أما سألنا المطلب الرابع اللي هو يقول how important is smoking as a potential cause of death among young adults. احنا قلنا هاي young adult احط جواها 15 خط احمر. احنا هنا قايل ليش قد مهم يعني السموكينج او ايش قد السموكينج يأثر ويسوي لنا outcome اللي هو death باليونج ادلت. اليونج ادلت اللي هم معتبرهم اكسبوز، ما قايل لكل البوبوليشن، قايل لي يونج ادلت. فهنا معناها الاكسبوز يعني الاتريبيوتابل ريسك بيرسنت الاي ار بي. فهنا راح اطلع الاتريبيوتابل ريسك بيرسنت. الاتريبيوتابل ريسك بيرسنت اللي هي قانونها الانسيدنس مال الاكسبوز ناقص الانسيدنس مال الان اكسبوز على الانسيدنس مال الاكسبوز في 100%، او اقول الاتريبيوتابل ريسك على الانسيدنس امونج ذا اكسبوز في 100%، يعني هي نفس الشيء. فاني اصلا مطلع على الاتريبيوتابل ريسك هذه، الاتريبيوتابل ريسك طلعناها قبل شويه، فاقول الاتريبيوتابل ريسك ناقص الانسيدنس او على الانسيدنس ديفايدد باي الانسيدنس مال الاكسبوز اللي هما 516، أقول 460 على 516 100%، فراح تطلع لي 89%. من أسوي interpretation أقول إنه يعني smoking يأثر أو بالدف بالمجموعة الإكسبوزد اللي هما السموكر بنسمة هالكد، أو هو مثل ما كتبها الدكتور كتبها إنه the proportion of death يعني the outcome إن smoker would be eliminated by cessation of smoking is 89%. يعني the proportion of death هي 89% حتصير أو حتقل إذا وقفوا التدخين. فلذلك التدخين is most important cause of death in young adult sharing responsibility for 89% of death in this group. فهو هنا يعني بين قوسين الاتريبيوتابل ريسك بيرسنت حيطلع لنا ايش قد الاوتكم حيزيد او حيقل نتيجه الاكسبوجر بالاكسبوزد جروب. فهنا يعني الاتريبيوتابل ريسك بيرسنت قلنا when we concern about the exposed group. اما بالنسبه يعني هسه المطلب الاخير يقول لي if smoking was eliminated at population level هنا at young adult level اللي هم exposed اما هاي among population level what is the expected benefit would you advise a smoking cessation campaign او campaign sorry البوبوليشن اتريبيوتابل ريسك هي الانسيدنس مال البوبوليشن ناقص الانسيدنس مال ان اكسبوز على الانسيدنس مال البوبوليشن في 100%. احنا الانسيدنس مال البوبوليشن هو منطين اياها، احنا هاي قلنا منطين اياها جوا الجدول هذه منطين اياها 230، والانسيدنس مال ان اكسبوز انا طلعتها 55 على الانسيدنس مال البوبوليشن في 100% هي 76%. فالانتربريتيشن نقول if smoking was eliminated from the population of young adult يعني اهم شيء قلت مال population يعني level مال population one can prevent 70.1% of possible death in the population sector يعني عايدها قايل in this population تبون تبين لي انه هنا احنا we concern or we focus on the population. ف a smoking cessation campaign is a reasonable and advisable approach based on population attributable risk. تمام، وخلص التاسك الثالث.